شايفه ان احنا في خلال الفتره اللي فاتت السبع شهور، يمكن احنا شغالين اكتر من سبع شهور في الدايره، بنتواصل مع الناس، بنعمل عمليه توعيه سياسيه، بنلمس مع الجهات المسؤوله، سواء كان الجهات التنفيذيه زي المحافظ الدكتور عادل زايد، واحنا عايزين برضو نثني على دوره يعني في دعم الشباب برضو. الناس متقبله الشباب، بس الشباب ينقصهم حاجتين. الحاجه الاولانيه الدعم المالي الكافي او الدعم الادعائي الكافي ان هو يوصل لكل البيوت. ده برضه انت رجعت الانتخابات على فكره. رجعت الانتخابات. اما هي بتسال احنا عملنا ايه في الانتخابات؟ لا احنا اللي جاي عامل ازاي؟ بنشوف اللي جاي عامل ازاي. طب خليني بقى اقاطعكم، هنرجع لك وهنشوف اللي جاي عامل ازاي، بس معايا يعني عايزه اقول لكم ان انتوا لازم يا اسلام لطفي مرشح نفسه في الهرم، وعمرو خورشيد، عمرو احمد، فين عمرو درويش، عمرو درويش فين؟ ده انا عماله اقول خورشيد بس عمرو درويش. ايوه، عشان تشوف بقى انا ارتكبت نفس غلطه اللجنه الانتخابيه، لان ممكن عمرو درويش يروح يلاقي اسمه عمرو خورشيد في الليست. ممكن، صحيح. لان الاستاذ علي محمد، اسمه علي محمد عفيفي، لقى اسمه وهو مرشح نفسه رقم 30، لقى نفسه علي محمد عطيفي اساسا. وعندنا حاله في المرحله غلط. الاولى عندنا حاله في المرحله الاولى في مدينه نصر، أي. احد المرشحين عندنا اسمه مختلف تماما، اسمه محمد عبد العزيز البستاني. في الورقه مكتوب محمد عبد العزيز عبده بالواو السمان. هيبقى واحد تاني. لا بس هو لا نفس الاسم بتاعك. لا لا بس هو ما هو ده عطيفي، ده علي محمد عطيفي، رقمه اساسا مش 30، رقمه 31. هو لقى نفسه رقم 30 واسم شخص ثاني. وعمل ايه؟ اشتكى ولا ما اشتكاش؟ نعم، اشتكى ولا ما اشتكاش؟ اشتكى. هو معانا على التليفون دلوقتي، ومعاه معاك استاذ علي عفيفي. ايوه استاذ علي. هم حطوا اسمك غلط وحطوا الرقم غلط في القائمة. يا أستاذ أنا مش موجود في قائمة المرشحين. مين علي محمد عطيفي ده؟ مفيش شخص اسمه علي محمد عطيفي. أنا مقيد في الانتخابات علي محمد عفيفي محمد. بس مفيش عطيفي يعني. مفيش عطيفي، أنا مش موجود في الانتخابات يا أستاذة. يعني انت عملنا الدعايه وعملنا كل حاجه، اشمعنى ليه انا الشاب الوحيد في الدايره عندنا؟ انا اصغر شاب في مصر في الدايره عندنا ومن مصاب الثوره. ليه انا الوحيد اللي انت من مصاب الثوره يا علي؟ يعني عايز اقول انه رقم 31 كمان يا حاطينه رقم 30 بقى 30 والاسم مش موجود. طب انا عايز اقول لولا ان احنا كان معانا مناديب واقفه عند اللجان كلها بتعرف الناس، احنا واخدين 12000 صوت غير الاصوات اللي اتشتتت كلها. الاصوات الايه؟ الاصوات الشتات على بقيه المرشحين. والرمز فيه تشابه، يعني انا مش موجود اساسا في القايمه. يعني الرمز كمان انا مش بدي يحصل معايا الموقف ده ليه؟ لا هو الواضح انه مش يعني مش مقصود انه يحصل معاك انت بالتحديد، بس ده سوء حظ. يا استاذه لو مش مقصود هيبقى مش مقصود في الرقم، او مش مقصود في الاسم، او في اسم الشهره، او في الرمز. ده ما يا استاذه ده الرقم مش موجود، الرقم كان رقم 31 بقى 30. طيب الاسم علي محمد عطيفي بقى فهمنا. علي محمد عفيفي بقى علي محمد عطيفي. يعني في هنا مشكله، رايك ايه يا خالد؟ يعني انا بس عايز اسالك انت يا علي، ده بينه وبالرمز تاني. علي انت كلمت المستشار المسؤول عن اللجنه او قدمت شكوى للجنه العليا؟ قالوا لك ايه؟ حضرتك انا عملت محضر اثبات حاله قبل فتح اللجان. طيب. قبل ما اللجان تتفتح. طب وكملت ليه التصويت؟ يعني ليه طعنت؟ ما طعنتش؟ طعنت يا استاذ، قدمنا طعن في مجلس الدوله، اترفض الطعون كلها، وهنقدم بكره تاني في محكمه النقض. خلوا بالكم بقى يا اسلام. وبعدين حضرتك الاخوان والسلفيين ماشيين في الشوارع بيعلنوا ان النتيجه طلعت وهم نازلين بكره، والجرائد الرسميه كلها الاخبار والاهرام والجمهوريه قالوا ان مفيش اي نتائج، اعلان نتائج عن دايره السلام اول خالص. لا انا رايي ان دايره السلام لسه فيها مشاكل، انا معلوماتي دي لسه فيها مشاكل. يا استاذي الورق في الارض كلنا مع المرشحين كلها معانا اهو، احنا معتصمين اكتر من 20 مرشح في الميدان عندنا. عندك 20 مرشح عاملين اعتصام دلوقتي؟ لو عايز تسمع الهتافات انا بعيد جدا عن الهتافات، لو عايز تسمع الهتافات اسمعك الهتافات. بيقولوا ايه؟ طب ما تقول لنا بيقولوا ايه؟ حاضر. بيقولوا الانتخابات باطل، الناس كلها شايله الورق بتاع الانتخابات يا استاذه. شايلين ورق الانتخابات؟ وبعدين ارقام المرشحين كلها اتغيرت. تمام، في الدايره بتاعتنا كلها. الدايره بتاعتكم فيها يعني نوع من التسيب.
143 مرشح، الارقام كلها اتغيرت. وانتوا عاملين اعتصام دلوقتي؟ مع المرشحين يا استاذه. عاملين اعتصام امام اللجنه؟ اسمعيني يا استاذه بعد اذنك، 90% من اللجان فتحت بلا مناديب، وهذا غير مضابط للماده 24 لقانون الانتخابات. فتحت بدون مناديب. طب وانتوا في عدد منكم بعد اذنك يا استاذه، عشان الكلام ده خطير ومحدش هيعرف يقوله. ايوه. في 36 صندوق لم يتم فرزهم. والشخص اللي شاهد على الكلام ده الشخصي من المناديب نفسها وموظف من الموظفين مش عايز يقول عن اسمه خوفا لحسن يتأذى في شغله. وده موجود. يعني شكرا يا علي. احنا هنطالب اللجنه العليا للانتخابات طبعا انها تراجع الدائره الخامسه بالتحديد. في مراجعة؟ اتفضل. في مراجعة حاصلة للدائرة دي؟ شكرا استاذ علي. في مراجعة حاصلة للدائرة دي على حسب معلوماتي. بس عايز اقول لكم حاجة. في مراجعة للدائرة دي؟ في مراجعة للدائرة دي، بس في حاجة مهمة الأهم من المراجعة هو الحقيقة، يعني لأن أنا مستبشر بالمستشار عبد المعز إبراهيم لأنه رجل بدأ عمل مجهود خرافي. كمان بدأ بالسلبيات التي جرت في الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي، وده نادرا ما يحدث. الدكتورة هلا، بس في دوائر مش هيقدر يحكمها طبعا. في نوع من بلطجة التزوير. طب لازم نعمل حاجة احنا بقى كمجتمع. لازم نعمل حاجة كمجتمع. ما احنا بنعرض كمجتمع وبنطلق صفارة الإنذار. نعرض ونحط الموضوع في حجمه الطبيعي. احنا بنتكلم على دايرة. 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 واحدة في السلام بنتكلم عليها. لكن ما يوسعش الى ما هو ابعد. لا بس الدايره يعني شارق القاهره دي اطلوا فيها 540 الف صوت. احنا عندنا بقى من سكان بعض دول الخليج. لا وبعدين في بعض لازم يجيب حد. ايوه طبعا، ما هو القضاء هيقول كلمته. شارق القاهره عين شمس 540 الف صوت. القضاء هيقول كلمته بقى. ماشي. القضاء هيقول كلمته.